عسلامة بابا. عسلامة. شنو الأجواء لنا؟ والله الأجواء تعبة برشا. فما إقبال ولا ركود؟ والله ركود تام. الأسوام رخيصة، العلالة في متناول الجميع، والشعب يشكي ما نعرفش الفلوس وين راحت. كيفاش الأسعار رخيصة يعني قداش؟ من 600 حتى ل 1200، توا الماس يغنوا عليه ب 13. باهي وريني الأسعار قداش، أنا وناهم تاع 600 وناهم تاع مليون. 600 ها وين ما غاديش. هذا بتاع مليون أخسر. هاك تبارك الله. تبارك الله ما شاء الله. فهمت؟ بتاع مليون. فما بتاع 11، فما بتاع 800. ها و 800 ها. شوف. تفضل. هاتي. يعني الأسواق. تبارك الله. هذايا ب 800. هاي هذايا 800. في متناول الجميع. المشكلة في المواطن يشكي هكاك ما فهم شيء. والفلاح تعب واموره تعبة برشا. نعلفوا عام 12 واحنا نعلفوا، القرط غالي، الشعير ما فهمش، مش غالي ما فهمش، مش موجود. فهمت؟ اشترى الناس اللي تبيع في الشعير كلها في الحبس. يلقوها محتكرين، فهمتي؟ يدرقوا في الشعير ويبيعوا فيه مرش نوار، العلف يبيعوا فيه مرش نوار، والفلاح وين يشب؟ الله غالب. باهي ما بعد حتى كعبة ملي جيت بعد يجي خمس كعبات، تو عندي الجمعة لهنا، بيع خمس كعبات. أنا نستنوا في اليوم غدوة، اليوم غدوة، فهمت؟ ما يسخر ربك وكاو. كيفاش الأجواء لنا؟ فما إقبال ولا؟ الجملة. مي علاش شنو الاسباب؟ شنو الاسباب؟ عباد ما عندهاش فلوس، دولة ما فهمياش فلوس، ما فهمياش جملة. من جهة المواطن يشكي ويبكي، ومن جهة كيف كيف الفلاح، معناها هوني الحلقة مفقودة، معناها شكون مستفيد؟ من الدولة، من الدولة، الدولة داخلة بعض ما فهمياش. كان مثلا رجعت الفلاح شعير ما فهمياش، العلفة يبيعوا له فيها دوبل تريبل، مش معناها مش تصور الفلوس باش يبيعها بالخسارة، ما يبيعش، والمواطن ما عندوش فلوس باش يعاي. باهي الأسعار عندك كيفاش؟ الأسعار عندي هانو من 600 حتى 800. هذو وريني تراه بتاع 800 و 600. تفضل. ما كيما هذا، هذا 600. هذا يعايد؟ يعايد، هذاك 8 شهور. باهي و 800؟ 800. هذاك 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 تبيع، هذاك 450، هذاك تبيع ان شاء الله يا رب. مي قلت لي هذاك تبيع بلا فلوس، معناها حقه قداش؟ هذاك 15 1600. فهمتني؟ هاي اخو شوف انا نصلي على النبي الحمد لله. يعني هذا قداش بعته؟ 14150. قداش عمره؟ عمره عام. يعني قداش طيحت فيه؟ شنو معناتها؟ يعني قداش معناها حقه الحقيقي قداش عاد معناتها؟ يعني 16.50. هكا هكا 16.50 هكا. خير يا رب. عسلامة، منين جيتنا؟ من مكثر. مرحبا بأهل مكثر. باهي قداش عندك هوني؟ عندي 5 أيام. هاي سافا، فما إقبال ولا لا؟ مش هكا الكل. بعت ولا ما بعتش؟ عندي 5 أيام بعت كعبة. كعبة كهو من 5 أيام؟ كعبة. يعني شنو الأسباب؟ الأسباب احنا نغنوا بسهوم وهم ماهمش، قالوا غالي ما حبوش يشروا. باهي هل صحيح إنه المواطن التونسي يتشرط برشا؟ مش برشا برشا، مش برشا برشا، قالك ما عندناش فلوس، هو غالي وحنا ما عندناش فلوس. باهي الأسعار عندك كيفاش؟ من قداش لقداش؟ الأسعار من 900 حتى المليون ونص. باهي توريهولي نتاع 900. هذايا نتاع 900.
يعني هذا تاع 900. هذا تاع 900. مليون ونص هذاك اللي غادي. مليون ونص ها. ما كيجيك واحد بزوالي تطيح له شويه في الصوم. اي نعم. حتى لقداش توصل الطيح؟ حتى ل 200 300 الف. يعني هذاك نتاع مليون ونص تنجم تبيعو مليون و 200؟ لا عاد انا ما نطلبش عاد انا مليون ونص راه كيجيني هو نقولوا مثلا 16 ولا 17. باش باللي انا انا نلقى روحي خالص. يعني هكاك تبيعوا بمليون و 400. صح هي هكاك. يعني عقد طيح 100 هكاك. صح. لا لا 200 3 فهم 200 3 انا كيجيني نقول له مليون مليون و 700. يعني نجم نبيعوا له ب 1400. باش نلقى روحي خالص. كيفاش لقيت الاسعار هون؟ نعم. بصراحة الشهر يعني انا راجل ريتريت مثلا شهريتي ما تنجمش نشبها لها حتى ربع علوش. قداش حتى ميزانية انت وراجل؟ 900 خلي خذيتها جبتها يا اخي. ما لقيتش باش تعيد ولا كان ربي كتب كتب ما كتبش مش لازم مش بشرطي والله. ايش ابا فما نجي نشوف جات مع او بالك شي طيح لك خاطر قال طيح. وين هو؟ وين هو؟ فما علوش نتاع 900 قلت لي عندك تراه وريها. هذا ما شاء الله مليون برا هذوما بمليون ثم مليون 300 كم مش غاليين شويه مو على فغيري حك باك نقول لك ب 30000 هذاك الاسعار مريض ياكل في حربوش اش معناها شنو معناها معناش معناها تصبير تصبيره باهي بعت ولا ما بعتش؟ لا مازلت ربي العمل عليك. مش نقص عليهم قد باهي انت منين جيت؟ انا جيت من حافوز ولايه القروان. قداش عندك هوني؟ نزلت نمشي. قداش عندك من نهار هوني؟ ثواني ثواني. قداش من نهار؟ ثواني عندي نزلت نمشي. معناها كزت كي جيت اليوم؟ جيت اليوم. يا باهي باهي الاسعار هوني عندك في المتناول اقل من مليون. لا فماش. فما لنفة قديش؟ 850 نجم توريها لي؟ لا ما عنديش منهم هنا يعني.